at the roundabout. السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ان شاء الله كما سالوني الاخوان غادي نتكلم على فيزا اللي هي سهله شيئا نوعا ما، تسمى بشورت تيرم ستادي فيزا، يعني دراسه في بريطانيا لمده قصيره او مده وجيزه. وكاين فيزا يعني نتاع 6 اشهر او فيزا نتاع 11 شهر. علاش 6 اشهر وعلاش 11 شهر؟ لانها توافق او توازي مده الكورس او مده الدرس اللي غادي تقرا او تدرس فيه في بريطانيا. باش ما نطولوش عليكم يعني كثير اخواني اخواتي، نبداو ديريكت يعني على الوثائق المطلوبه لهذه التاشيره، اللي هي اولها كي طبيعه الحال يعني في اي فيزا لازم تقدم الجواز نتاعك او الباسبور. باسبور يكون فيه على الاقل 6 اشهر صلاحيه فما اكثر، هذه اولا. ثانيا الكونت بونكير او الحساب البنكي، لازم يكون عند الشخص اللي غادي يضمنك ولا السبونسور ديالك، يقدر يكون ماشي بالضرورة أبوك، يقدر يكون أبوك، يقدر يكون عمك، يقدر يكون خالك، يقدر يكون يعني صديق العائلة. المهم اللي مهم ماشي كيف يقرب لك، المهم أنه يكون عنده مصاريف في البنك نتاعو اللي تكون يعني كافية باش يعني تتكفل أو تتكلف بك خلال إقامتك أو دراستك في بريطانيا. ثالث حاجة إخواني اللي هي مهمة، وهي ما يسمى بالأكسبتنس ليتر من عند الكوليج أو المعهد اللي راك تراسلت معاه. هذا المعهد غادي يبعث لك رسالة ويكون ديتاي فيها يعني أولا الاسم نتاع الكورس اللي غادي تقراه، ثانيا التاريخ نتاع الكورس يعني يبدأ من تاريخ الوفلاني إلى التاريخ الوفلاني، وكذلك يكونوا حاطين فيه يعني الثمن أو المصاريف اللي خلصت أنت يا على الكورس ديالك هذه، وكذلك يحطوا الثمن نتاع أنك خلصت المسكن ديالك في بريطانيا خلال مدة الدراسة. نعم، بالنسبه اخواني اخواتي باش تخلص الكورس ديالك في بريطانيا يعني كل وحده وشحال، شحال ما بعت على لندن شحال ما كان ثمن ارخص شويه، بس يعني يعني نقولوا في لندن مثلا الشهر يتقام عليك بالسكنه وبالكورس ربما من نواحي 700 الى 800 جنيه استرليني، اللي هي واحد ل 10000 درهم مغربيه. ولا خرجت لندن مثلا شي مدينه صغيره مثلا برادفورد اللي هي في الشمال، ولا شيفيلد، ولا يعني مدينه ليدز، ولا لينكون، ولا برايتون في الجنوب، ولا بليمث، ولا بورتسموث، المدن هذو ارخص شويه، يتقاموا من ناحيه نتاع 600 الى 700 جنيه استرليني اللي هي واحد 8000 درهم مغربيه بالسكنه وبالدراسه. وباش تخلص اليوم راه كاين الفيزا كارد موجوده في المغرب والماستر كارد، الا ما كانش ما عندكش هذوك يعني الخدمات او هذوك الفاسيليتيز تقدر تطلب من المعهد هذا اللي تقرا عنده يبعث لك واحد الانفويس، يبعث لك واحد البريه اللي فيها بحال لا فاكتور ديها معاك تهزها. حنا في المغرب عندنا البنك المغربي للتجاره الخارجيه بي ام سي او ولا البي ام سي اي، تدي لهم هذيك الانفويس وخلص عند البيرو هذوك ويعطيو لك هما الريسيبو اللي مخلص، هذيك ديرها مع في الدوسي تاع الفيزا. نقطة بغيت نهضر عليها إخواني اللي هي خاصة بالمسكن ومهمة بزاف، ألا وهي ما يسمى ب هوم ستاي أو هوست فاميلي، يعني هذا ملي أنت ملي دير المراسلة مع المعهد اللي غادي تجي تدرس فيه ماذا بيك تسألهم، قول لهم واش يعني توفروا هذه الخدمة نتاع هوست فاميلي، يعني هما يتكلفوا يدبروا لك عائلة بريطانية هنايا، غالبا ما يكونوا يعني زوج وزوجة يكونوا في يعني في التقاعد، ولا يكونوا يعني كما أبوك وأمك وهما يعني يقدموا الخدمات هادو وتجي تسكن عندهم وتحوس معاهم تولي كأنك ابنهم. هذه مليح الواحد يعني يكون طالب اتيديون يعني مازال صغير بيتعلم الإنجليزية معاهم ويعني يتعلم الحياة البريطانية أسرع من واحد اللي جاي مثلا يسكن وحده في شومبرا ولا يسكن وحده في أوتيل ولا، هذه مهمة بزاف. الشرط الرابع اللي هو يعني سبحان الله طالبين الانسان يدير يعني تيست قبل ما يجي لبلادهم، يدير تيست نتاع مرض السل او تيبركيلوسيس تيست ريزولتس. وكاين بعض الدول اللي الله يحسن عونهم يعني ما يديروش هذا التيست، يعني خصو يسافر البلد اللي قريب له، مثلا النيجر ما عندهمش تيست نتاع مرض السل في بلدهم، يروحوا لازم يروحوا حتى غانا باش يديروا التيست، لان هناك كاين يعني واحد يعني المعهد نتاع محلف من طرف الحكومة البريطانية اللي يخلي لهم باش يديروا التست تما. نمشيو نرجعوا حنا لشمال افريقيا، عندنا المغرب والجزائر ضروري يديروا التست هذا نتاع السل. الدول اللي معفية منه هي تونس ومصر. نعم، العراق على حسب ما شفت في الليست لازم يديروا
التيست هذا نتاع مرض السل. الله ينجينا ونجي جميع المسلمين منه. الثمن خوتي اخواتي في هذا الفيزا نتاع الدراسه راه هو 97 جنيه استرليني، اللي هي واحد 1000 درهم مغربيه، ويجيك الجواب في مده 3 اسابيع ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت تخلص اكثر مصاريف، يعني تخلص 220 جنيه استرليني اللي هي واحد 2500 درهم، يجيك الجواب على 5 ايام. وكاين سيرفيس نتاع 24 الى 48 ساعه اللي الثمن ديالو 950 جنيه استرليني اللي هي واحد 10000 درهم، يجيك الجواب يعني في مدة 24 ساعة. من بعد كل هذا الشيء إخواني غادي تستنى الرد إن شاء الله بالقبول بإذن الله الرحمن الرحيم، اللي غادي يجيك بين 2 أسبوع و3 أسابيع إلى قدمت يعني ستاندرد فيزا. وهذا الفيزا غادي تخول لك وتقول لك يعني الشروط اللي مفروض عليك ملي تدخل لبريطانيا. ما عندكش الحق، أولا ما عندكش الحق تخدم ولا تشتغل بها، ثانيا ما عندكش الحق تكلايمي ولا تطلب أي معاونة من المعاونات الدولة البريطانية. المهم إن شاء الله تكونوا استفدتوا إخواني من هذه المعلومات، وإلا إن شاء الله خصكم شي معلومات كيفاش غادي تتصرف ملي تدخل لبريطانيا دير لي شي كومونتير وغادي نعطيك الجواب من بعد كيفاش تخدم وكيفاش دير حاجة اللي بغيتها ملي تكون في بريطانيا، لأن أي حاجة عندها طريق من جهة أخرى كما يقول. الشورت تيرم ستادي فيزا كذلك ماشي صالحة غير للطلبة ولا لي زيتيديون اللي هما جون، كذلك صالحة للتجار اللي تاجر عنده شي تجارة مثلا، عنده الزبائن ديالو مثلا في الخارج، يروح يتعامل مع الإنجليز ولا يتعامل مع كان بعض الدول اللي تتكلم اللغة الإنجليزية ربما، ويحب يعني يطور المستوى نتاعو في اللغة الإنجليزية، يقدر يكتب رسالة ويحطها يدمجها مع التوصي، لأنه يعني مهم جدا أنه يتعلم اللغة الإنجليزية باش يعني إذا كان هذا يساهم في البروسبيريتي أو تقدم التجارة دياله. وإلى هنا جينا إلى نهاية الفيديو، واش غنقول لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله، واحد سعيد لكل واحد.